راني محيي جميع الموريتانيين والموريتانيات، حييهم وراجي لهم ان شاء الله انتخابات حره ونزيهه. راهم الموريتانيين ظهروا خيارهم في هذه الانتخابات، في هذه الحمله الانتخابيه، ظهروه عن طريق عزوفهم وادارتهم الظهر للنظام اللي صادر حرياتهم وفقرهم ومزق وحدتهم ونهب خيراتهم وداس على حقوقهم. ظهروها عن طريق عزوفهم عنه، ادارتهم ظهر له وتوجههم بصفه مكثفه وغفيره وبصفه عفويه بصفه حماسيه شور المشروع الانتخابي اللي قدم لهم برام الداعبي. شاكر الموريتانيين والموريتانيات عنهم وفيين للسلم، وفيين للشرعية الوطنية والشرعية الدولية، ومؤكد للناس اللي حاكمة للشعب حاكمته بالقهر وبالتعسف وبالتجويع وبسياسة فرق تسد عنها، تعرف عن هذه اللحظة، لحظة التحرر، لحظة التغيير، لحظة القطيعة مع هذا النظام. وذاك اللي ظهر في الانتخابات، وذاك اللي ظهر في الحملة الانتخابية عن طريق إقبال موريتانيا على القطيعة مع النظام وعلى التغيير ليتأكدوا الصناديق الاقتراع. موجه نداء لأصحاب الضمير في أروقة النظام الحاكم أنهم يحكموا ضمائرهم وأنهم يرفقوا في الشعب الموريتاني، يرفقوا به ويحذروا من جر المطبات ومتاهات شفناها عصت بدول أخرى ومجتمعات أخرى لا تحمد عقباها، وأنهم يقبلوا الانتخابات إرادة الشعب تمر عن طريق صناديق الاقتراع لا يعترضونها بذيك أشكال وأنواع التزوير، ذيك إجراءات التزوير لا يتعرضوا بها لإرادة الشعب الموريتاني. أنا مستعد أن أبقى مع الشعب حيث هو. إذا سرق الشعب ورفض السرقة سأبقى مع الشعب المسروق في الشوارع. إذا من فضلكم نهبتم وسرقتم وبطشتم وعذبتم، اتركوا لنا ما بقي من دولتنا، اتركوا لنا ما بقي من شعبنا، اتركوا لنا ما بقي من ثروتنا، اتركوه لنا، لأننا اخترنا أن نغيركم، أن يحل آخرون محلكم. والسلام عليكم ورحمة الله.